واحد السلام عليكم الخوت، واش تيفوزي حلقة اليوم؟ وبلا ما نطول عليكم، راكم عارفين من خير الميناتور والعنوان، تراكات المنع، وماشي أي منع، المنع اللي كان في السنوات الأخيرة. أما المنع ديال 2016 راه فيدوزنا عليه تراكات، فيهم جوج حلقات اللي غتلقاوهم في صندوق الوصف، وبغيناكم تواكدوا معنا، بحيث أن حلقة المنع الأخيرة اللي درنا ما شفناش واحد التفاعل كبير مقارنة بالمجهود اللي درنا في ديك الحلقة، واليوم غادي ندوز لكم تراكات المنع في هاد الظرفية الأخيرة، ومعاناة المجموعات من قمع ومنع تنقلات وبطولة ديال الهوات برعاية ملعب البشير السنة الماضية، وهذا العام ملعب القنيطرة وملعب الخميسات. وفي هذه الحلقة غادي نسمعوا التراكات كاملة ونقسموها ونشرحوها واحدا تلو الآخر، لذلك المرجو احترام التركيبة الرباعية، لايك وبارتاجي وشارك في القناة وخلي معك واحد التعليق، ما نطولوش بزاف فلنبدأ. ونستهل حلقتنا بأولتراس الوينرز الفائزون، التراك اللي هضروا فيه على الفصل 507 اللي ضيع مستقبل الشباب عامة والأولتراس خاصة، وغيبداوها بأن الحياة ظلامت والعدم مستمر وغياب الأمل بسبب 507. يا جي ظلامت حالي ضاق عليها، يا درالش لاصقني أدلى دام، ضحكة غابت من وجهي خفية، 507 دفنات الشباب. وأن هذا الفصل بكى الشباب والحياة ضاعت، يا طايحة أنا يدموعي طايحة، يدموع الحسرة تعمر ويدان، كي نشوف ما في بين عينيها رايحة، وقع الأبواب تسدات والبلاد ولات فيها العيشة مرة، في وجهي سدوا قاع البيبان، في وجهي سدوا قاع البيبان، يا لميمة مر بلادي شربتني من كاسة، يا لميمة داوي كان اليوم محجاجة. فهاد لابارتي المجموعة أكدت أنهم أفراد أولتراس وبغوا يعيشوا الفكرة بدون إجراء، حتى الفكرة اللي حبيت نعيش رديت شوهاتو ما جينا إياه، يا أود عاكري من المرانيش. وآخر بارتي أنه بسبب الظروف المزرية الشباب كيركب الموج وكيغامر لعدم تواجد الحلول، واللي دارها الشاب المغربي كيلقى فيها العرقلة من طرف الدولة، حلامي راني راكب في الموجة اسباب الظروف بغيت حلول، لا صوف راس وحكمكم زاد عليها، في المال ماركين لقى جاس اللون، في المال ماركين لقى جاس اللون. نشوف المدينة مكناس مع أولتراس فولكانو روسو وطراك إيدونتيتي أنتيردي، واللي بداو بأن مالي الوقت فاش كيلقاو عندك الهوية المكناسية كيديروا لي باراج وكيمنعوا التنقل. والاتهام بالشغب وأنهم مجرمين، وأن الصحافة كتزيد تعمر على الجمهور المكناسي وديما البراجات فين ما مشاو. قالوا علينا طرف الليل وقالوا هادو الكريمينيل، وانهم كجمهور مكناسي دائما توريين كرجال قاموا بالتضحيه والمقاومه. صحابوا القلمه اللي ما نزيد الشارجي والبراجات كل وسالوا التراك بانهم نهار الديبار ديما كيلقاو التحقيقات من طرف الامن والمنع عليهم غير هما والباقي عادي وحلال. والمنع علينا والباقي حلال، والمنع علينا
في مكناس، وهذه المرة مع الرجال الحمر مع تراك أوتونتيك مونتاليتي، وبدأوا تراك بأنهم دوزوا ألف الروايات والحكايات في هذا الدومين، لكن اختاروا المقاومة بلا مساومة، وأنهم بقوا متماسكين وثابتين في المواقف ديالهم. أوتونتيك مونتاليتي بأتراك على عرش المفمو هاد لابارتي ذكرت فيها المجموعة أن الدولة اتهمتهم بالشغب واللي تحدوا فيه في جميع الأبواب واحترموا هوية وعقلية الأولتراس. وصاخت سمعتنا بالشغب ونسيتوا ردمان الحرية، تحدينا بلا حقرة في قلب ويب بلا ما طواح تارم للهوية، كذلك قاموا برفع ميساجات سياسية ضد كل من الفاشية والشيوعية بطريقة جديدة في الحركية. يوزينا ميساجات سياسية مرة فاشية يوم مرة شيوعية، ليش جديد في عالم الحركية؟ ودائما كانوا كيرفضوا الدعوات والجلسات مع مال الوقت. سلطة ونفوذ ما تغرينا وأنهم عايشين الأولتراس في الواقع وليس بالمواقع. لصفيلا صولون لأولترا ماشي في المواقع عندي للسعرة، حجيكا كاتب القوة والنفس الحارة، ويشعر في الشوارع تحت القمرة. بحيث أنهم مالي الوقت شراو السوق من صحاب الموافقات باش يسكتوهم على كلمة الحق ويديروا ما بغاو. سو الاستقلال راه معروف في القائمة، صوت الفيراج ما بقى يخرج تا كلمة، وصلوا اللي بغاو ردوا تيفوزي بكما، لوطوريزي الحركية في الغمة. وختاما أكدوا أن هذا الشيء خلى الحركية في المغرب بالنسبة للمجموعة بحال شي بولة طافية. اونسيرو دي فيلو دو الماروك في عينينا المفمو بولة طافية، عقلي يا ميلا وديو ملدو ليكازي اولترا صاما سيراد المافيا، ليكازي اولترا صاما سيراد المافيا. القروش ترك الكرة الشعبية من ألبوم فيردات، كلام اللي خارج من القلب، عبروا به على أنهم كارهين الوضعية السلطوية وأن الحركية مقموعة بسبب الويكل ومنع التنقل. إضافة أن الصحافة مرتشية من الداخلية باش تكون ضد الأولتراس. صور في الميديا أغلم مرشية غير يديها في يد الداخلية ضد العقلية والكرة الشعبية، وأن اللي خرج على هذه الكرة في البلاد هو ازدواجية المهام، بحيث أن رئيس الجامعة عنده زوج الأدوار، رئيس الجامعة ورئيس على الميزانية ديال الدولة، وكيستغل المناصب ديالو بدون حسيب ولا رقيب. هنا
هنا القروش أشاروا أن الدولة استغلت الجمهور لتنظيم المونديال والكوب دافريك، وهذا الشيء اللي صرح به بالقشور في ندوة صحفية. وختاما شارك قالوا ان فرد الاولتراس وخاصه فرد المجموعه ديالهم راح ضحيه الفساد ودخل الحباس. أورانج بويز وتراك أسيابي ونوتري وندوي واللي اعتبرهم أعداء رخاص وعايشين مدلولين، وهاد المرة مع بريكاد وجدة من ألبوم ريزيستينزا بير لا ليبرتا. مول البخاسات غيبدا التراك ديالو بأن السيستيم ضيع شباب البلاد وخرج عليهم بسبب الدروغة والزطلة وخلاهم لا قراية لا خدمة. سيرو سيستيم بلادنا بلا تخرب العقول، يا ولاد بلادي غرقت بالزطلة ولا الكول، لا ناولنا فدروغة يا رب مشغول، لا قراية لا خدمة قول لي وشنو المعمول، لا قراية لا خدمة قول لي وشنو المعمول. وأن الشباب بغي يعيش الأولتراس لكن بسبب الاتهامات رجعوها فتنة وتهموا فرد الأولتراس بأنه مجرم. شبان دراري تجمعوا على فكرة واحدة، فيرو اضرب سمت عندها ليب ومعنى، ضلت ليب لآية وضربت اللعنة، جاموا كريمينال وبغينا الفتنة، جاموا كريمينال وبغينا الفتنة. وختاما المجموعة أكدت على أن الجمهور المغربي اعتقموا أفكار المجتمع لكن السلطات كيحاربوا الافكار الحره. يا مطر قبل الطوبيك من الحور بزيد الفاتو مخدومة عند الجمهور، دوماج المخزن ماني بيدك رياضر، مع الوقت مشد روح الخدمة كل شي مطرور، مع الوقت مشد روح الخدمة كل شي مطرور. المجانين من تراك سكوزا مادري من ألبوم المحافظون، بحيث انهم ذكروا في هالتراك عذاب الام فاش كيتعتقل الابن ديالها وانه بريء من داكشي اللي تحكم به. سمحي لي امي امتي وليدك بريء من اي حاجة سمعتيها، سمحي لي امي امتي على اي جملة في الرابور قريتيها، سمحي لي امي امتي على اي دمعة بسببي نزلتيها، بلسان اخوتي الحقيقة غتعرفيها. وأن كل نهاية أسبوع كيعتبروها فرصة لتفريغ الطاقة الشبابية وهمهم الوحيد هو التشجيع فقط. كيف كل ويكان مورال مقال داوين أخوي الإنرجي اللي فيها، غادي نسقط سيربورت الكوكال خرج ونقول الغرام اللي فيها. لكن الأقدار كتسالي بهم بسبب سلطات القمع بالمينوط ثم السجن. كتاب المكتاب سيناريو ضباب ميضت في ديو على هدي تسدو عليها، وطلبوا السماحة من الأم اللي كتكرفص في دروج المحاكم وأبواب السجون وأن هاد الشي مقدر ومكتاب عند الله. وسكوزا مادري على المحكمة اللي بسببي وصلتها، وسكوزا مادري لا أي دقيقة في دروجة وقفتها، وسكوزا مادري على الباب الكحل اللي في طريقي دخلتها، وليدك كون ضاني فامور مشافيها. وفرد الأولتراس كيبقى حاير ما بين القلب والدماغ، واش يحبس من هاد الشي واللي كمل. هدر مكتوب ما من نروب ورالي بارون حادق عليها، واش غادي نتوب كي تشيل قلوب قلبي ودماغي كل اللي يسولوا فيها. قدر مكتوب ما من نروب ورالي بارون حادق عليها،
الف منشور نعيش في لاسور برومي صافي ولو ما تبدل فيها. وختاما لعن الفيراجيست دائما كيبقى مجرم في نظر العائلة ديالو وهو في الأصل محكوم غير باطل. بغضونا ماما بين العائلة واللي تكريمينا بغضونا ماما قولي اليوم وليدك تحكم بطل. بغضونا ماما عارف باللي طريق اللي خديت ماشي سهل المختلفون حلال بويز مع التراك العاشر اللي هو أوترو من ألبوم أفيون الشعوب أو بيوم أوف دي بيبل وبدأوا في الوقت اللي هضروا على الحق تهمهم باختراق القوانين. تلقاو دعوات من الولايات باش يريحوا معاهم وتناول ما ألد وعطيبة من العصائر وكعب غزال. وهادشي اللي رفضوا حلالة حيت ما عندهم حتى علاقة بالسياسة وعطاو القاصح لبعض الجروبات اللي دخلوا في السياسة وأن هادشي حقيقة ما خصو ينكرها حتى واحد. فهاد لابورتي حلالة غير تطرقوا القضايا الشعب وأن الدولة كتصفر المواطن بكل ارتياح وما نساوش منظومة التعليم الفاسدة اللي غدا الهوية والمواطن مقهور بغى يخوي البلاد ويقصد المرصة والبابور واللي ما لقى ما يدير كيكالمي راسو بالزطلة. الأشباح تراك السابع من ألبوم العشق الأبدي بعنوان بالقيمة وكيتسائلوا شكون اللي بقى أولتراس ومحارب على القضية وشكون اللي باع الماتش ولا جمعية بحيث أن الفئة الأولى دخلت الحباسات والثانية بصحتها العصير. وأن 507 واحد الفصل اللي هلك هاد الجيل في الحباسات ومبني على الباطل. لقاو 500 فين يساومو وقبرتو هاد الجيل في الجنائية بيبي مخدوم ما عندو حتى دليل. فهاد لابارتي غادي يأكدو الكلام اللي قالتو الشارك أن الدولة استغلت الأولتراس باش يسوقو بهم البطولة اللي فاش كتلعب بلا جمهور ما كيبقى عندها قيمة. لينا عززو المصالح سبونسوري زي بينا غدرا تسوقني فعالي بطولة بلا قيمة. وانه بسبب الويكلو ومنع التنقل الحركيه غاديه وكتموت. وختاما اكدت المجموعه على انها عايشه اولتراس حقيقيه بالتحدي والمقاومه. عايشين اولترا مقيمه في مدينه وصعيبه بكاع الاحوال ماشي سهله صابرينا حدينا المحال عائلة في الخير جرينا فرحنا اللي محتاج ولاد الخير هكت ربينا ما عندناش ما خسنا. تراك العاشر الأصليون وتراك لسان الحق من ألبوم سيمفوني وقالوا للسلطات بأنهم كيحلموا بالأولتراس تعيش بقوانين الدولة. تحلموا بالموفمون مدريسي بالقانون امبوزي وانا يا الفيراجيست جامي نحني راسي. رغم القهرة والحباسات هاد الشير ما عمرو غادي يكون. واخا رميتونا في الحباس واخا الكور بريزي خا نبقى أولتراس بالبرنس.
نسي بمبازي خان بقاول وتراس والفكرة نمتريزي. وأن الحركي ما عمرها تسالي حيت موالفة بمقاومة لبحال هاد الظرفيات مع عمال الوقت. ولفنا بالحروبات هادت شد وهدمات يا ما عشنا ظرفيات ولات وصلوا بحيات ريبريزيون في الكواليس ديما مشى نقمع البوليس جينا نطلبوا بالحرية في بلادي مالالي. وأن النظام خرج قرار الويكلو على الفيميجان كأسلوب قمعي كادا باردي خرجوا بقرار ما بالليل ونهار ويكلوا غير علاقة الفيميجان يقنعونا حاجة نورمال حنا عليهم خطر. فهاد لابارتي قالوا لهم خليتوا الفساد وحاربتوا الأولتراس اللي كتهضر على الحق نيابة على المواطن العادي والطبقة الشعبية. حاربوا الفساد ماشي الجمهور حاربوا المالفيتر بطولة رسم الهغيب ببليك شحال دوينا بلسان الحق على اللي ما قادر ينطق على المغرب المنسي والشعب اللي شبعان الطق. وأنهم فيهم تمغربيت أكثر من المسؤولين المزورين والروح الوطنية داخلها في المخطط مغاربة في الهوية في نقاع الطبقات. ورجعوا للميديا اللي تهمت المجموعات بأبشع التهم. لي ميديا توسخ لي ماش قالوا علينا دي صفاش قانوني مصهم فيزاج ونكرهوا الكليراج. وأن الجروبات مجموعين على كلمة واحدة واللي هي أن الفكرة جامي تموت. هذا ميساج فاليدي نموت وحدة وتبقى ليدي يد وحدة ما نختلفو سوليداري سودي. وختاما وصلنا لنهاية حلقة اليوم من تراكات ظرفيات المنع الأخيرة واللي عبروا فيها المجموعات المغربية عن سخطهم بطريقة حضارية والفكرة جامي تموت. نتمنى نكونوا توفقنا في شرح التراكات ولخصناها بطريقة مبسطة. ما تنسوناش بالدعم ديالكم باش توصلوا دائما بالجديد وخليكم دائما على القرص وخليوا لينا من أي بلاصة في المغرب أو خارج المغرب كتتبعونا. كان معكم صوت الحركية. تهلاو في راسكم. بيس. سلام عليكم. وحدة سوليدير اليوم بدكم زينة ومع أي واحد كان مظلوم بدكم زينة ومع أي واحد كان مظلوم بمعنى مرجانا فين شوف الخير نزل ليان يا الحكومة تعرفين لي كان أحلى لجان ينموت وحرر من أي شعبين ونعيش الحرية مستقبل.